بالنسبة حق مشروع تطوير منطقة جنوب السرة، طبعا يخدم 4 مناطق في منطقة جنوب السرة، وعلى الدائر السادس عندنا تطوير للدائر السادس، وعندنا على الملك فهد تطوير بشكل كبير في منطقة الملك فهد، طريق الملك فهد. عندنا جسور راح تخدم منطقة الخدمات اللي هي الوزارات، ومن ضمنها مستشفى جابر، لأن إن شاء الله راح يتم افتتاحها قريبا. وفي احنا متوقعين تقريبا من 5000 زائر يوميا إن شاء الله راح يزور المستشفى جابر. وعندك وزارة التربية هم نفس الشيء راح يتم افتتاحها قريبا يعني. نعم مهندس، هذا المشروع تغير بقيمته 94 مليون دينار كويتي، ومعن مشروع من المشاريع الكبيره، ومحيط في منطقه خلينا نقول جنوب السره. ودنا نتكلم عن يعني الجسور اللي تكلمت عنها، في عندكم جسور مرتفعه، جسور سطحيه. اي نعم، عندنا في المشروع 14 جسر، عندنا 8 جسور نتكلم فيها علويه، وعندنا 6 جسور راح تكون على مستوى سطح الارض. الجسور هذه راح تخدم اللي جاي ان شاء الله من الجهره ومن المسيلة عن طريق الدائر السادس، مثل ما نشوف احنا هنا في هذا الدائر السادس. عندنا هنا عند البطاقة المدنية الجسر هذا الجاي من الدائر السادس من عن طريق الجهرة والمسيلة راح يدخل في جسر، وراح يخدم ان شاء الله بشكل كبير المستشفى جابر. وعندنا الخروج من مستشفى جابر في نفس الشيء عن طريق النفق، ومقابل مستشفى جابر هم نفس الشيء في نفق، وعلى يمين مستشفى جابر في نفق، 3 أنفاق تخدم مستشفى جابر للزحمة اللي راح تصير المستقبلية. وفي نفس الوقت وزارة التربية راح يصير إن شاء الله على الدائرة السادس 2 جسر راح يخدمونها، والدخول يكون سلس والخروج سلس لوزارة التربية إن شاء الله. وطبعا أكيد الوزارات الحالية الموجودة إن شاء الله تخدمها بشكل كبير يعني. هذا مهندس تكلمت عن مستشفى جابر وعن وزارة التربية في هذا الموقع، لكن في عندكم أماكن أخرى موجودة في الجهة هذه؟ احنا بالنسبة لنا عندنا الملك فهد، راح الجسر اللي ما بين جنوب السرة وبيان وغرب مشرف راح يتكسر هذا الجسر، وراح نحول من نظام اللي هو الإشارات المرورية الحالية، راح نسوي جسور تخدم ان شاء الله داخل منطقة جنوب السرة وخارج منها عن طريق جسور بدون أي إشارات مرورية. كذلك نفس الشيء بالدائري السادس تكلمنا عن الجسور هذه اللي راح تصير، كذلك عند مول 360 اللي راح يتم تطوير الطرق فيها وتسهيل الدخول والخروج حوالين مستشفى جابر تكلمنا فيها. عندنا احنا حاليا في منطقة فيها أكبر خزان لتجميع المياه، مياه الأمطار، هذا إن شاء الله راح يكون على طول 700 متر بعرض 20 متر وعمق 7 أمتار، راح يخدم منطقة جنوب السرة والمناطق اللي حوالينها من ناحية لو صار أي أمطار يعني فيضانات أو شيء، يعني يمنع أي تراكم المياه هذه، وما إن شاء الله تصير سهلة. لو نعرف مثلا الجسر اللي راح يتم مثلا هدمه، أو راح يتم مثلا إزالة هذا الجسر، وين موقع بالضبط حتى حنوضح المشاهد الكريم؟ اي نعم، احنا عندنا الجسر نتكلم اللي هو على الملك فهد اللي بين جنوب السرة ومنطقة بيان، هذا الجسر راح يتم إزالته. الجسر اللي دخلك باتجاه منطقة مبارك العبد الله. لا، احنا نتكلم عن طريق اللي هو شارع ابراهيم المزين مقابل مستشفى جابر، وانت رايح الى منطقة بيان وصوب القصر بيان هني، راح يتم ازالة هذا الجسر، وراح يتم تنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الخصوص، هندسة المرور، ادارة هندسة المرور، وان شاء الله راح يتم ازالته قريبا يعني خلال اي الاشهر القادمة. نعم مهندس، احنا نتكلم لو ودنا نعرف طريقة ربط يعني منطقة جنوب السرة في الدائري السادس، في الدائري في طريق الملك فهد بن عبد العزيز، في المناطق المجاورة موجودة في اللي جريبة على منطقة جنوب السرة. نعم، احنا بالنسبة لنا الدائري السادس ومنطقة طريق الملك فهد التطوير عندنا بشكل كبير هني، في جسور تقريبا نتكلم 3 تقاطعات كبيرة هذه راح تتطور فيها الجسور، فيها بحدود 6-7 جسور راح تكون هني. نتكلم نفس الشيء الجسر عن طريق الملك فهد، هذا إن شاء الله
أغلى أكثر الجسور اللي راح تكون من خارج المنطقة إلى داخل منطقة جنوب السرب تسهيل يعني. نسبة الإنجاز إلى هذه اللحظة المشروع لمدة 3 سنوات الآن ما شاء الله مشيته في سنة باجي لكم تقريبا سنتين. نعم إحنا بالنسبة لنا نسبة الإنجاز الموجودة أكيد إحنا واصلين إلى الآن 13% نسبة الإنجاز، لكن في أعمال أكيد كثيرة في المشروع ما يتم احتسابها إلا لما تخلص، وإحنا إن شاء الله طايفين هذا النسبة وأكثر يعني. مهندس لابد أن في جميع المشاريع تصادفكم مثلا بعض العوائق الموجودة، بعض المشاكل الموجودة، كيفية التغلب عليها؟ طبعا كل مشروع أكيد فيه عوائق ويتم التنسيق، إحنا بالنسبة لنا نتم حصر العوائق هذه ونشوف أي جهة تخدم هذه أو تابعة لأي جهة ويتم تنسيق معهم عن طريق اجتماعات دورية تكون عن طريق هيئة الطرق، يتم التنسيق معهم وحل هذه المعوقات بأسرع وقت يعني. مهندس قبل أن نختم هذا اللقاء بأقل من دقيقة، عندنا احنا الصورة الثانية اللي هي يكون المشروع جاهز بالكامل صح؟ لو بس بأقل من دقيقة مهندس تعطينا، بس تخليك يمهني مهندس ما عليك أمر، بس تشرح لي أن هالمناطق هذه اللي راح الجسور الموجودة بأقل من دقيقة. احنا هني المنطقة اللي هو الطاقة المدنية، الجسر اللي راح يكون الجسور راح تكون إن شاء الله الشكل النهائي راح يكون بهذا الشكل. عندك هم على الدائرة السادس قبل الجسر هذا قبل البطاقة المدنية في جسور راح تخدم الدخول والخروج من منطقة جنوب السرة. عندنا الأنفاق، هذه الأنفاق اللي راح تكون نفق مقابل مبنى أمن الدولة ومستشفى جابر. عندنا في المنطقة اللي احنا واقفين فيها هذا الشكل راح يكون شكل نفق بشكل حرف يو، يطلعون من مستشفى جابر ويسهل عليهم عملية الخروج. عندنا الملك فهد هذا الشكل النهائي راح يكون طريق الملك فهد، والجسر راح يتم إزالته وراح يكون بهذا الشكل ونلغي أي إشارات مرورية في هالمكان يعني.